لما حد ينادي عليكي في الحر ده ويقولك قومي اعملي حاجه. انت يا بنت يا كارما، قومي شوفي الاكل يا بنت واعملي السلطه. اكل ايه ده وسلطه ايه اللي انا هعملها في الحر ده؟ عايزين نقوم من قدام المروحه؟ يستحيل. انت لسه ما قمتيش؟ اه قلبي قلبي وجعني يا ماما. دايخه يا نهار اسود، في ايه مال؟ كارما كارما انت يا بنت، يا لهوي الحقني يا حماكشه. اه الحمد لله كده محدش هيطلب مني حاجه اليوم كله. بعدين بقى في الحر ده المروحه مش عامله اي حاجه، انا خلاص مش قادره استحمل. يا ساتر يا رب، الواحد بس لو اتحرك خطوتين بيعرق ميه، ولو المروحه لفت كده عنه الناحيه التانية. يا ساتر يا رب. اه جاتني فكره حلوه قوي هتخليني ما احسش بالحر خالص. ايوه هو ده الحل الوحيد. هو ده المكان المناسب اللي الواحد يحس ان هو مرتاح فيه، جنب خياراتي وطماطماتي حبايبي. يعني لو جعت هلاقي حاجة اكلها، ولو عطشت هشرب وقاعدة في التكييف. ايه ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا في المكان بتاعنا؟ ايه طماطماية، ما سيبيني قاعدة جنبك شوية، هو انت هتخسي يعني؟ اوف الواحد مش طايق نفسه وانت جاية تحررينا اكتر؟ انت قاعدة جوه التلاجة وحرانة، امال لما تطلعي بره هتعملي ايه؟ هتسيحي زينا كده؟ يعني انتوا في الشتاء بتبقوا قاعدين بره متدفين، واحنا قاعدين في التلاجة مرصرصين، بنيجي نقعد معاكم؟ اه مين اللي بياخدكم من التلاجة ويقطعكم ويحطكم في الطبيخ على النار على درجة حرارة عالية؟ هتسكتي بقى ولا اخدي كشويكي دلوقتي؟ ومش محتاجة احطك على النار، كفاية طلعك بره التلاجة بس هتتشوي لوحدك. خلاص خلاص خليكي قاعدة. ايوه كده شاطرة. ايه ده يوسف، ايه اللي جابك هنا؟ انت قاعدة هنا في التلاجة في النعيم ومش حاسة بالناس اللي بره. هو ايه اللي حصل؟ الناس بره في الشارع بتسيح وتقع في الارض، درجة الحرارة مش معقولة. انا هقعد هنا جنبك بقى شهرين ثلاثة لحد ما الصيف يخلص. اوف كمان حد تاني. انت تاني برضو؟ بقولك ايه يا يوسف، هو انت مش جعان؟ جعان قوي. طب كل الطماطمية اللي وراك دي.